هناك الآلاف من اللغات المختلفة في العالم، لكن لغة واحدة فقط عالمية. فقط 7% مما نفهمه يأتي من الكلمات، في حين أن 65% تصنف على أنها غير لفظية بشكل مدهش. وهذا يعني أن أجسادنا تفضح بشكل واضح أفكارنا ومشاعرنا الحقيقية. إليك بعض الأسرار التي تكشفها لغة جسدك عنك. رقم 10. الاتصال بالعين. يعد الاتصال بالعين أمرا حيويا لنقل الإشارات الاجتماعية المهمة، ولكن هناك بعض القواعد غير المعلنة حول كيفية استخدامها في الحياة اليومية. في ثقافة الغرب من المتوقع أن يكون الاتصال بالعين منتظما، ولكن غير مستمر بدرجة كافية بحيث يصبح مخيفا. في عام 2015 وجد علماء النفس في كلية لندن الجامعية أن الطول المفضل للاتصال بالعين بين الغرباء هو حوالي 3.2 ثواني في أي وقت. سجل 400 شخص مشارك في الدراسة مستوى راحتهم أثناء مشاهدة مقاطع فيديو لممثلين ينظرون إليه مباشرة لفترات زمنية متفاوتة. على الرغم من متوسط الوقت المفضل البالغ 3.2 ثوان، ادعى معظمهم أنهم كانوا مرتاحين لفترات أطول عندما اعتبروا أن الممثلين يبدون غير مهددين. لاحظ علماء السلوك أيضا أن مراوغة الاتصال بالعين أو الرمش المستمر يمكن أن يظهر عدم ارتياح شخص ما، أو حتى يشير إلى عدم الأمانة المحتملة. في الواقع إذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كان شخص ما يكذب عليك حقا، فقد راقب اتجاه عيونهم. إذا نظروا إلى أعلى وإلى اليمين فقد يكونون بصدد الكذب، وذلك لأن النظر إلى اليمين يتوافق مع الجانب الأيمن من الدماغ، وهو المسؤول عن التفكير الإبداعي والتجريدي، بينما يؤدي النظر إلى اليسار إلى تذكر التفكير المنطقي والذاكرة. تستخدم الطريقة هذا المعروفة باسم أدلة الوصول إلى العين أحيانا في دراسات مكتب التحقيقات الفيدرالي. على الرغم من أنه إذا كان الشخص أعسرا فتذكر أن الاتجاه معكوس. رقم 9. المصافحة. يمكن لمصافحة واحدة أن تقول الكثير عن أي شخص، وإذا أجريت مقابلة عمل من قبل فستعلم أنها قد تكون فرصتك لترك انطباع أول جيد. هناك العديد من العوامل المختلفة في قراءة المصافحة لأول مرة، بما في ذلك الضغط والزاوية والطول وما يجب فعله بتلك اليد الحرة المحرجة. يمكن أن تشير مصافحة السمكة الرطبة الضعيفة إلى الافتقار إلى التصميم والالتزام، بينما يمكن أن يشير سحب يدك في وقت مبكر جدا إلى الخجل وقلة الثقة بالنفس. يقترح علماء السلوك أن المصافحة المثالية يجب أن تستمر حوالي 5 ثوان، ولقد خمنت ذلك، فإن الاتصال بالعين ضروري جدا. إذا لم تكن متأكدا فإن القاعدة العامة هي التمسك بأجزاء قليلة من الثانية لفترة أطول مما تشعر أنك تميل إليه بشكل طبيعي، ليس لفترة طويلة أو سينتهي بك الأمر إلى الظهور هكذا. توضح خبيرة الاتصالات ليزلي شور أن المصافحة الطويلة أو الحازمة بشكل غير ضروري هي علامة على أنك تحاول تأكيد الهيمنة والسيطرة على شخص ما، لذا امتنع عن أي خطوات محفوفة بالمخاطر مثل هذه أيضا. يعد استخدام يدك الحرة لإمساك يد الشخص تحتها للمصافحة باليدين طريقة رائعة لإظهار الصدق وبناء القرب، بينما ينظر إلى الحجب من الأعلى على أنها حركة قوة. يمكن أن يظهر الإمساك بالجزء العلوي من ذراع الشخص التماسك، ولكنه أيضا أصبح مرادفا للسياسيين، لذا يمكن تفسيره على أنه مخادع بعض الشيء. رقم 8. اتجاه الجسم. قد لا تدرك ذلك، ولكن حتى الطريقة التي نموضع بها أنفسنا في المحادثات العادية والأوساط الاجتماعية يمكن أن تكشف عن الرسائل المخفية فينا إذا كنت تعرف كيفية تفسيرها. هل تحدثت من قبل إلى شخص ما ولكن لا يمكنك التخلص من الشعور بأنه يفضل التواجد في مكان آخر؟ هذا لأنه في حين أن عقولنا يمكن أن تركز في اتجاه واحد، يمكن لجسمنا في الكثير من الأحيان أن يذهب في اتجاه آخر دون وعي. فكر في الأمر بالطريقة هذا. أجسادنا هي سهم كبير يمتد من صدرنا إلى أقدامنا، والطريقة التي نشير بها بهذا السهم يمكن أن تقول الكثير عن أفكارنا ومشاعرنا الحقيقية، وهذا ما يعرف باسم لغة الجسد للنوايا. قد يبدو شخص ما في محادثة ما منخرطا من خلال الاستماع والابتسام والتواصل البصري المناسب، ولكن إذا كان صدره يميل بعيدا عنك فمن المحتمل أنه يفكر في الذهاب إلى مكان آخر. تعد الإشارة بالقدم إشارة أخرى غير لفظية يسهل اكتشافها،
في مجموعة من الأشخاص في حفلة مثلا، سيدير الناس رؤوسهم لمواجهة الشخص الذي يتحدث، ولكن إذا كانت أقدامهم أو صدرهم يشير إلى شخص آخر يكون عادة الشخص الذي يكونون حقا مهتمين به. إذا كانت رجل واحدة تشير بعيدا عن المجموعة أو حتى إلى الباب، فمن المحتمل أنهم يتطلعون إلى الخروج السريع، وربما تحتاج إلى رفع مستوى المحادثة الخاصة بك. رقم 7، المساحة الشخصية. لكل شخص فكرة مختلفة عن المساحة الشخصية، لكن الميل على شخص ما أو لصق وجهك سنتيمترات أمام وجهه عادة ما يكون كافيا لإثارة عدم راحة أي شخص. يمكن أن تعتمد فقاعات الفضاء الشخصية المفضلة على عوامل مثل العلاقات وحتى المكان الذي تعيش فيه، حيث يكون الأشخاص من المدن الذين اعتادوا على الازدحام في المساحات الصغيرة أكثر راحة بشكل عام مع التقارب. في أوائل الستينيات من القرن الماضي، درس عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي إدوارد هول هذا السلوك وصاغ مصطلح بروكسيميكس لفهم كيف تمثل لغة الجسد العلاقات. وصفه الأربع مسافات منطقة يمكن العثور عليها في الثقافات الغربية، وأولها المنطقة الحميمة بين 14 إلى 45 سنتيمترا، وهي مخصصة للعشاق وأفراد الأسرة فقط. عندما يغزو شخص غريب المنطقة هذه، فإنه يطلق غريزتنا للمناطق ونبدأ في الشعور بالعداء، وهو ما يفسر عدم ارتياح الناس في وسائل النقل العام المزدحمة أو سبب تشكل حشود غاضبة وسط الزحام. تستخدم المنطقة الشخصية من 45 إلى 121 سنتيمترا للحفلات والوظائف الاجتماعية، والمنطقة الاجتماعية من 1.2 إلى 3.6 أمتار هي المسافة التي يستخدمها الغرباء. وتفضل المنطقة العامة التي تزيد عن 3.6 أمتار عند مخاطبة المجموعات الكبيرة. ركز الباحثون أيضا على خلايا عصبية معينة تراقب الفضاء حول الجسم وتتبع الأشياء مثل الرادار غير المرئي. في المرة القادمة التي تكون فيها في غرفة مزدحمة حقا، حاول ملاحظة ما يمكنك فهمه بشأن علاقات الأشخاص بمجرد النظر إلى طريقة وقوفهم. رقم 6، نقر الأصابع. معظم الناس لديهم عاداتهم أو علاماتهم الخاصة، ولكن في بعض الأحيان يمكن تفسيرها على أنها إشارات غير لفظية. إحدى السمات الأكثر شيوعا التي التقطها الأشخاص هي النقر بالأصابع على طاولة أو بقلم أو حتى على ظهر هاتفك، وهو ما يعرف بالإشارة الإيقاعية أو المترونومية مع العديد من التفسيرات. الأكثر شيوعا يمكن أن يشير هذا النقر السريع إلى أن الشخص قلق أو ضائع في التفكير، حيث يجد الدماغ طرقا لشغل نفسه بالعمل البدني اللاوعي. في حالات أخرى يمكن تفسير هذه الإشارة غير اللفظية المترونومية على أنها إزاحة للطاقة إذا كنت تشعر بالحماس أو عدم الاستقرار، ولكنها قد تنقل أيضا إشارات سلبية للملل والإحباط. من خلال نقر الأصابع بوعي أثناء المحادثة على سبيل المثال، من المحتمل أن يبدي شخص ما عدم اهتمامه ورغبته في تسريع الأمور. قد ينظر إلى هذا أيضا على أنه تخويف، حيث ترسل الضوضاء غير اللفظية إشارة مقاطعة مسموعة إلى الشخص الذي يتحدث، مما يشير إلى أنه يريد المقاطعة أو عدم الموافقة. بشكل عام ينظر إلى هذا السلوك بشكل سلبي في المواقف الرسمية، لذا ربما حاول النقر بالقدم بدلا من ذلك. رقم 5، الوضعية. ليس هناك من ينكر مدى أهمية وضعية الوقوف والجلوس، وليس فقط لصحتك. هناك سبب لتعليم دروس الآداب للناس السير بشكل مستقيم مع كتاب على رؤوسهم، لأن الطريقة التي تظهر بها نفسك يمكن أن تؤثر بشكل كبير على آراء شخص ما قبل أن تفتح فمك. لاحظ الباحثون أن التراخي يمكن أن يحمل معنى عاطفيا واضحا، حيث يمكن أن تشير الوضعية المنحنية أو المترهلة إلى أنك تتمسك بالتوتر والمشاعر السلبية. يمكن للوقوف بشكل مستقيم وتطلع إلى الأمام أن يقدمك بطريقة أكثر إيجابية ويزيد من الثقة والتركيز، في حين أن النظر إلى أسفل يبدو خاضعا وإمالة رأسك لأعلى يمكن اعتباره متعجرفا للغاية. يميل الكثير من الناس أيضا إلى وضع أيديهم في جيوبهم، ولكن في معظم الحالات يمكن أن تكون هذه إشارة سلبية غير لفظية، لأن كتفيك يخضعان لأسفل مما يخلق مظهرا أكثر انطوائية قليلا. إن تعريض إبهامك مع وضع يديك في جيوبك يمثل موقفا أكثر ثقة بالنفس، لكنك لا تريد أن تكون مغرورا جدا أيضا. أهم شيء هو الحفاظ على وضعية مفتوحة مع المباعدة بين القدمين بنفس مسافة الكتفين، وتوجيه أصابع القدم إلى الخارج لإظهار الاهتمام وسهولة التحدث معك. رقم 4، الذراعين واليدين.
حتى أصغر التفاصيل يمكن أن تكشف أكثر مما يمكن أن تقوله الكلمات. وما يفعله شخص ما بذراعيه ويديه هو طريقة مؤكدة لقراءته. تعد الأذرع المتقاطعة إحدى أولى إشارات لغة الجسد التي يتعلم الأطفال قراءتها، ومن هنا جاء الوالد المحبط النموذجي في الرسوم المتحركة، ولكن أيضا واحدة من أكثر العلامات تعقيدا. في بعض المواقف قد يمثل الغضب والنفور أو القلق والخوف عند استخدامه كإشارة حذر، ولكن له أغراض أخرى تخدم الذات أيضا. يدعي علماء النفس أنه عندما نجمع ذراعينا فإننا نعانق أنفسنا بشكل أساسي من خلال ممارسة السلوك المهدئ. في نهاية الأمر تكشف كل لغة الجسد عن مكان وجود الشخص في طيف بسيط من الراحة إلى عدم الراحة، وهذه السلوكيات المهدئة التي تشمل لمس الرقبة وفرك الجبين وتدليك الذراع تحاول دفع أجسادنا مرة أخرى إلى منطقة راحتها. الأيدي مهمة أيضا، والقاعدة العامة هي عدم إخفائها. يمكن لشبك يديك خلف ظهرك أن يضع شخصا في حالة توتر من خلال التلميح إلى الخداع، في حين أن استخدام إيماءات اليد المفتوحة أثناء التحدث يمكن أن يشجع على المشاركة وحتى الإقناع. يمكن أن يكون الوقوف مع وضع يديك على وركيك شكلا من أشكال العدوان الجزئي، حيث إنها طريقتنا في جعل أنفسنا نبدو أكبر مثل طائر غريب ينفث ريشة. لذلك من الأفضل الابتعاد إلا إذا كنت تبحث عن قتال. رقم 3. طريقة جلوس الذكور. حتى الشيء الكامن مثل الجلوس في وسائل النقل العام أثناء وجودك في موعد أو حتى في العمل يمكن أن ينقل مجموعة كاملة من المعاني المخفية. تعرف إحدى طرق الجلوس الأكثر شيوعا التي تدعو إلى السخرية من الرجال باسم التمدد، والتي تتضمن أساسا الجلوس مع انتشار كلتا الساقين على نطاق واسع بطريقة تكشف المنفرج. أصبحت هذه الظاهرة مكروهة للغاية لدرجة أنه تم حظرها حتى في القطارات والحافلات في مدريد في عام 2017، ولكن ما الذي يجعل البعض يرى أنها بغيضة للغاية؟ لا يقتصر الأمر على غزو المساحة الشخصية للآخرين بشكل عام، ولكن تم تفسير هذه الممارسة على أنها طريقة لتأكيد الهيمنة وربما حتى لإظهار التوافر الجنسي. من ناحية أخرى أوضح جراح الأعصاب في العمود الفقري جون ساتكليف أن حوض الرجل أوسع قليلا، مما يعني أن الجلوس مع الركبتين أقرب إلى بعضهما البعض أقل راحة للرجال. وضعية جلوس أخرى شائعة بين الرجال تعرف باسم الأربعة، والتي تشير إلى ساق أفقية واحدة تستريح فوق ركبة الأخرى. هذا الوضع أمريكي لدرجة أنه خلال الحرب العالمية الثانية كان الجنود النازيون يبحثون عن من يجلس بوضعية الأربعة، لأن أي شخص كان يفعل ذلك لم يكن ألمانيا بشكل واضح. يعتبر علماء السلوك عموما أن هذا وضع شبابي ومريح، ولكن في مواقف اجتماعية معينة مثل الاجتماع الرسمي يمكن أيضا تفسيره على أنه إشارة جازمة أو جدلية. رقم 2. طريقة جلوس الإناث. الملابس الغربية والآداب الاجتماعية تعني أن الساقين المنتشرة على نطاق واسع لا تعتبر أنثوية بشكل مفرط أو مقبولة للنساء في الأماكن العامة. لذا فإن وضعية الجلوس الأكثر اعتمادا هي وضع الساق المهيمنة متقاطعة على الأخرى. وفقا لخبيرة لغة الجسد ليليان غلاس PhD، إذا تم تكرار هذه الوضعية ولكن مع وجود أرجل بزاوية واضحة إلى جانب واحد خاصة بعيدا عن شيء أو شخص ما، يمكن تفسير ذلك على أنه شكل أكثر تطرفا من توجيه الجسم المكروه، والذي لا يعد أبدا علامة جيدة في الموعد الأول. هناك وضع شائع آخر وهو قفل الكاحل، والذي كما يوحي الاسم يتضمن تشابك كلا الساقين بحيث يتلامس الكاحلين بإحكام خلف بعضهما البعض. درس خبيرا الاتصالات جيرارد نيرنبرغ وهنري كاليرو هذه الوضعية في ظروف مختلفة، واكتشفا أن 88% من 319 مريض أسنان تبنوا هذه الوضعية قبل العملية، بينما أغلق 68% كاحليهم أثناء انتظار الفحص. لذلك يتم تفسير هذا الموقف على أنه إشارة غير لفظية لضبط النفس والعصبية، ويتم تدريب موظفي الخطوط الجوية على إيجاد الركاب الذين يقفلون كاحليهم، وذلك باعتبارهم مسافرين متوترين محتملين. أكثر وضعية الجلوس فاعلية وعالمية للمحادثة المركزة للرجال والنساء هي وضع الساقين متباعدتين بشكل متساو والقدمين بثبات على الأرض. رقم 1. العناق. يمكن لعناق من الشخص المناسب أن يجعل كل شيء أفضل،
ولكن هناك عدد من الأنواع المختلفة التي لكل منها معاني خفية مختلفة. عناق من الخلف على سبيل المثال غالبا ما يكون مخصصا للشركاء الرومانسيين بسبب طبيعته الحميمة والرغبة غير المعلنة في جعل شخص ما يشعر بأنه مرغوب ومحمي. ومع ذلك أشار الدكتور كريستوفر بلازينا أيضا إلى أن العناق المستمر من الخلف قد يكون مدعاة للقلق، يدعي أن تجنب عناق رومانسي وجها لوجه يمكن أن يشير إلى أن شريكك يتوق إلى علاقة أوثق، لكنه يعتقد أنك غير متاح عاطفيا. إذا كان العناق دائما مصحوبا بربطة جيدة على الظهر فمن المحتمل أنك في منطقة الأصدقاء بأمان، بينما يتم استخدام فرك الظهر بشكل أكثر شيوعا بين أفراد العائلة لأنه يدل على الطمأنينة والقرابة. أيضا ليس كل العناق حميما على الإطلاق، وعناق جسر لندن مثلا هو نوع فريد تم تبنيه بانتظام من قبل المعارف في موقف أكثر رسمية. يحافظ هذا العناق عموما على مسافة متعمدة بين المشاركين، حيث أن الجزء العلوي من جسمك فقط هو الذي يقوم بأي اتصال مثل جسر بشري، مما يجعل مشاهدته أمرا محرجا بشكل لا يصدق. وليس من المستغرب أن هذا أيضا عناق شائع بين السياسيين. هل لاحظت أنك تستخدم أي من هذه الإشارات غير اللفظية؟ أم أنك ترفض هذا التحليل تماما؟ إذا كان الأمر كذلك فأخبرني برأيك في التعليقات أدناه، وشكرا للمشاهدة.